الحلق اللي عامل قلق اعذر قلبي لو اتسرق بحلف وبقول على بعد 75 يوما من زواجه سعد المجرد يحتفل بزفافه للمرة الثانية وهل والديه راضيان على زوجته غيث العلاكي؟ كشف الفنان المغربي سعد المجرد عن رأيه بتجربة الزواج وقال إنها تجربة جميلة ويخطط حاليا برفقة زوجته أن يقيما احتفالا للعائلة والأحباب والناس المقربين من العائلتين في المغرب. وأضاف خلال لقاء له ضمن برنامج إنسايدر بالعربي أن والدته ووالده وعائلة زوجته غيث العلاكي راضين عن الزواج وهو يعمل بنصائح والدته على حفظ ورعاية الزواج. ومن جهة أخرى وعن الحفل الذي سيحييه في كوكاكولا أرينا في دبي يوم 20 نوفمبر أعرب سعد عن حماسه الشديد للحفل وقال متحمس جدا للقاء الجمهور الكريم مرة أخرى، كما كشف عن نوع المفاجآت التي سيقدمها خلال الحفل قائلا متحمس لأريهم المفاجآت التي حضرتها لهم والأغنيات الجديدة التي سأقدمها في الحفل. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده أنا بسهر بالساعات. كما عبر سعد المجرد عن سعادته وفخره بأنه سيحيي الحفل وحده دون مشاركة أي نجوم آخرين وقال أنا فخور أنني سأحيي الحفل وحدي. وأضاف شرف كبير لي أن يأتي الجمهور من المغرب والوطن العربي لحضور الحفل، شكرا للجمهور العربي، واعدا الجمهور بأن هذه الحفلة لن تنسى أبدا. أنت معلم وإحنا منك نتعلم. وكان تزوج سعد المجرد من غيث العلاكي وهي سيدة أعمال مراكشية تقيم في كندا وتملك فنادق في حي كليز الراقي بمراكش، ويعتبرها البشير عبده والد سعد المجرد الصديقة الوفية للعائلة ويحرص على تقديم التهنئة لها في يوم ميلادها عبر حسابه بموقع إنستغرام، بينما تحدثت عنها نزهة الركراكي والدة سعد المجرد بوصفها صديقة الطفولة لابنها. كما أكد سعد المجرد في تصريحات سابقة عن زوجته أنها تعد بمثابة الصديقة الوفية له وأول من يتصل به في أزماته الكبرى، وهو ما حدث فور إلقاء القبض عليه في باريس بتهمة الاغتصاب حيث وقفت بجانبه وقامت بإبلاغ أسرته.